يعني لفت حقيقة اي نعم من خلال كلامي مع اي نعم مع اخينا الكبير فضيلة الشيخ هيثم. الله يرحمه. هو يحطني شيخ انا ما ادري عاد يكبرني ما مشكلة حط اللي تبغاه. الله يحفظك. الله يزكيك. في لفتة انا بس يعني يتنبه لها الدعاء. نعم. اللي يتجولون يعني وبخاصة في افريقيا ولعل في دول اخرى ايضا. نعم. انه ليس من الحكمة دائما التصريح في الاماكن التي يقبل أناس فيها أو قرى قد الإسلام، لأن هنالك من يتصيد هؤلاء ويشن حملات خاصة للتنصير إن كانوا أصلا نصارى. نعم. أو قاديانية يأتوا يريدوا يستفيدوا أو يستغلوا هؤلاء اللي هم حديثي عهد بالإسلام. نعم. ونفتح أعين هؤلاء من الرافضة والقاديانية وأعداء الإسلام، فليس من حكمة دائما التصريح بالمواطن جيد. التي ذهب الإنسان إليها أو رأى في هذا الإقبال، ويتواصل مع الإخوة أهل تلك البلاد، وهم الحقيقة نقولها شهادة حق الله في من إخوان الأفارقة الكثير ممن لهم جهود عظيمة، بل نحن حقيقة ما نصنع شيء، أنا أقولها يعني صراحة، إنما نتعاون مع الإخوة وهم يحبون شيء اللي يسمونه العرب، يعتبرون كل عربي هو قادم من مكة إلا إن كان، فهم يأتون وبحكم الأوضاع المادية والفقر الشديد والطبقية والوثنية وما عندهم من ذل لكبرائهم ذل استعباد. أنا لم أرى في حياتي من يسجد سجودا كاملا لإنس عيانا إلا بتلك المواطن سجود كامل. فهم الإسلام أن يرفعهم من هذا الذل فتجد فيهم إخوان ولما يقول هؤلاء جاءوا من مكة لأجلنا ونحن لا شيء، فهذا وحده الشيخ هيثم الكلام إذا من يسمع والله له الأثر العظيم في إخبار ناس الإسلام، فقط وجودك أنت مسلم تقف هكذا بس يجدوا عربي جاء من مكة كما يقولون وجاء إلينا، من نحن حتى يأتي إلينا هذا؟ أنا واحد لي أقول أنت من قريش؟ نعم. أي والله هذه النظرة أيضا رأيت هذه المرة في بنين، ذهبنا إلى قرية واحدة تمشي وتنادي، أقول أخ ماذا تقول؟ تقول جاءوا البيض جاءوا البيض، البيض عندهم سواء يعني أوروبيين أو أمريكان أو من العرب أو من غيرهم من غيرهم، وكذلك في مدغشقر في ملاوي كذلك يعني ينظرون نظرة لمن يأتي إليهم من الخارج ويصغون إليه، فلنكن نحن المسلمين الذين أكرمنا الله عز وجل بهذا الدين العظيم الذين نذهب وحتى يكون هذا الإصغاء من هؤلاء الناس إلى دين الإسلام بدل أن يكون الإصغاء إلى الأديان الباطلة. أسأل الله لي ولكم الثبات. يا رب جزاك الله خير. الله يرحم والديك. يا شيخ أحيانا يعني تنبيه واحد حتى لو بالتعريض عن بعض المناطق حتى أخواننا يتشجعوا يعني للدعوة إلى الإقبال. لا شك. نعم. تعريفهم بالدعوة معرفة حال المدعو أشياء. الشيخ الآن أهل الباطن نسأل عافية السلام يعني تعاون ينشر مقاطع لهذه المناطق وكذا. أسأل الله يتقبل يا رب. آمين. حفظك الله. شكرا. جزاك الله خير.